من جديد نحييكم في الجزء الرابع والاخير. توفيق قريشي طرحنا كل الاسئله الممكنه، كان وين من ضاديرا وبعض المرات خرج التماس وبعض المرات يحافظ على الكره وبعض المرات رجع وهكذا الدوري. خليني نقول لك زوج كلمات. تفضل. انا ما عنديش مبدا عندما نغادر الفريق نبدا انا كي كنت فيه ما نحضرش على بعض الاشياء كي نخرج من نهضر. كاين امور داخليه تاع الفريق عنده الوقت باش يلقى لها الحلول، وممكن ان شاء الله بعد اسبوع ما زلت تتكلموا على هذه المشاكل ان شاء الله. ولو انه في الاجوبه على التساؤلات ايضا كان ذكيا وبامكانكم فك شفره بعض الاجوبه حول بعض الاطراف التي كانت ربما ضد بقائه. ناصر بويش عطاك اسباب الاستقاله. اكيد ناصر بويش الوي في بلاكود. اكيد ناصر بويش فنان من الفنانين مول الفنان هذا ارتيست المولودي ليستوار يقول هكذا، التاريخ يقول هكذا. ناصر في لي بلاطو كونسلتون تحكي على لاكتواليتي، ولكن قليل وين شفنا ناصر بويش يتحدث على الكارير تاعو على مشواره. لازم يعرف جمهور المولوديه بلي كنت من ركائز نادي المولوديه في فتره الثمانينات، كان فنان من احسن اللاعبين في المنتخب الوطني. وش توفيق كان فنان. كان فنان. انا كنت نعشق فيه. كان صافي بليزير اسمع يلعب نشبع صافي بليزير. تسمع به سقراط الفيلسوف. سقراط الفيلسوف قال كون بي با ريستي دون ان بالكون يسادميري. خلي الناس ما يهضروا، نتكلم على روحي. مي كومام لا جينيراسيون جديده تاع المولوديه لازم يعرفوا شكون ناصر بويش بلي كان بارمي لي مير جوار في المولوديه في ليستوار تاع المولوديه ومن احسن اللاعبين. ناصر بويش بكل صراحه ما تشوفش بلي اتحاد في حقك اسماء يتحدثوا عليها في كل فرق لاعبين كبار لاعبين في المستوى، لكن اسم ناصر بويش رغم انه كنت اساسي لعب في منتخب وطني كنت لاعب فنان ممتاز وشهادة توفيق قريشي تكفيك وفيه شهادات اخرى، ولكن ما ديتش حقك انا نقول لك اعلاميا. ديت حقك اعلاميا كمحلل نعم. كان ناصر بويش لاعب نو واش تحب نقول لك. انا شوف كاين واحد اللاعب اللي جو لادميري ولعبت معاه شويه اللي هو سان غرون جوار اللي هو مصطفى الدحلب لاعب موموس كما قلت كان هو باريس سان جيرمان. واحد النهار سقساوه قال لهم قالوا له كيفاش انت نفس السؤال تاعك تما تم صدير ما تو ناباي بتيت الاخر وكذا. قال لهم انا لعبت كره قدم لعبت وخلاص ومن بعد المشوار تاع كرة قدم خلاص توتافي جو سي با. قالت لي توجور هذيك لا فراز اللي قالها لعبنا فوتبول ومن بعد خلاص اون فا با اون بارلي طول طون ولا سي سور كو حنايا انا نظن انه انا دوني لو ميور دو نو ميم حنايا كسوا في الفريق تاعي ولا في لي ديفيرونت كاتيغوري اون سيليكسيون ناسيونال ما خبيش عليك من مينيم حتى سينيور حتى الفريق الوطني العسكري والكلوب تاعي مولوديه الجزائر وين ما نخبيش عليك جيتي تري زورو. لعبت في فريق اللي كنت مناصر كنت نطلع عند سان جويي بدرابو نشوف علي بن شيخ ولا عمر بطروني الدراوي الله يرحمه باشطا زنير بوسري سلام لاعب فنان ايضا وسبحان الله. بعد كنت صغير نروح جافي 10 12 13 14 عام حسين جوي نشوفهم ومن بعد وليت معاهم حتى وين لحقت في سن العشرين كنت قايد فريق معهم. تخمم كيفاش شغل في مخك شويه كيفاش عشت في المومنت بكل صراحه نصر جيتي سور ان نيواج ما نخبيش عليك كنت سور ان نيواج راني نشوف الصور يا صافي بليزير صافي لكن واش تحب نقول لك جيتي اورو جيتي سور ان نيواج جيتي اورو نلعب في 20 طون كنت قايد فريق في لو كرون مولوديه دالجي في احسن ايام المولوديه في احسن ايام المولوديه اكزاكتومون وكان دي سوفينير كيما الكاس اللي فزنا 83 يقولوا احسن نهائي في تاريخ احسن نهائي مع جمعيه وهران 4-3 صح. لا كانوا لاعبين كبار كان علي بن شيخ كان بوسري عبد السلام جنير فان كاريير كان بلحو عبد النور محيوز ايتمو هوب كارديان بيوت كاع اللاعبين هادو ممتازين نظن انه كتبوا تاريخ فريق هذا ما تلقى بلوديا. واش حكايتك مع هذا الفريق تاع المنتخب الوطني 82 اللي لعب تصفيات لعبت مباريات وديه سجلت ريال مدريد اديت مباريات في المستوى ولكن في اخر المطاف يحرم ناصر بويش ما خبيش عليك انا دون ما كارير احكي لنا هذا المومون كيفاش عشتوا هذاك لا دون ما كارير دو فوتبولور كي مون بتيت اون كادي جونيور درنا كاس عالم تاع اواسط في اليابان حنا دون الكورسوس تاعنا كنا نخمو درنا كوب دي موند جونيور دونك كنا رايحين للفريق الاول ليكيب ا باش نلعبوا ان كوب دي موند 82
كانوا دي جوار معايا من كاتيجوري حسين يحيى. اكزاكتومون حسين يحيى اللي نحييه من هذا الاخر. حنا دون نوتر تيت انا بيرسونيلمون قلت نلعب بالمونديال 82 ومن بعد المونديال 82 بوركوا با نمشي للاحتراف. بون 82 ابري يفالي على بالك ذاك الوقت يدو 22 جوار اون ايتي 24 نشفى لو ديرني ستاج اللي درناه اون ايتي 24 انا والجداوي عبد الجداوي اللي كان يلعب في سوشو هذاك on n'a pas été retenu dans la liste des 22. Après, c'est vrai que quand le coup de saïd le faire taï, j'étais mon bonheur qu'en peut-être le faire taï. Tu as un mondial junior, je sais ce que c'est. Quatre finales contre Diego Armando Maradona, exactement, exactement. Bon, au fait la première fois qu'il fait ce cas exactement. Les matchs d'argent. Les Asif. Peut-être les gens qui tiennent à courte le cadre, mais on a l'impression que c'est pas vrai. Peut-être qu'il y a les miens. Mais ils ne savent pas l'histoire de courte le cadre. Peut-être donc ils ne savent قلت لك انا واش فولي نلعب الكاس العالم هذه ما مشيتش. شكون اللي حرمك من هذا؟ احكي لنا ليستوار هذه بكل صراحه. كان ما سيتي ان شوا خليني من شوا. فانا كنت في الخدمه العسكريه ما نخبيش عليك. شكون اللي حرمك؟ كنقعد نحكي. لا لا معليش كاين ناس حقراتك حرم. كاين ناس تتكلم الحقيقه هذه ماشي ليستوار. من حق الناس تعرف ليستوار. ناصر كان محي الدين سيليكسيونور. كان ما نخبيش نحكي لك الحكايه. كان محي الدين سيليكسيونور كداروا لا ليست. انا كنت قاعد في الدار قاعد في الحومه كان واحد لبان في الحومه هكذا عندنا نقعد عنده طون زون طون تخبى عنده في لاريير بوتيك. جا لي سعدان الله يذكره بالخير جا لي قال لي ناصر قال لي توني با روتوني دون لا ليست قال لي بعثني محي الدين قلت له يا با سوسي عطاوني دي بي دي بي دو ستاد دي بي هكذايا قلت له واش ندير بهم قال لي اون كاوين جيل لسبان بس تشوف كاس العالم. كنت يعني في الخدمه العسكريه انا كيفاش لازم نوطري صورتي ميليتاري تو حكمتهم تحت الدار قطعتهم. بون ابري سي دي شوز كون اوبلي دون لا في يا بلو غراف كو سا دون لا في. مي انا جو بوز اون كيستيون بيان سور اسكو في هذا المستوى حتى ولو كان انا عندي الجواب في هذا المستوى اسكو تلحق لدرجه بناخب وطني باش يخير لي جوار بمقاييس من غير المقاييس التقنيه. Est-ce que le choix, c'est un choix. Est-ce que fait le Moustawa, nous avons un choix de l'Ambia, de l'Marifa. Il fait un modèle Mouchadien. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est un choix, quelque part, il a droit à l'erreur. حتى ناخذ وضع قال ناصر بالك بالوقت تقتنع بها باللي كاين لاعبين احسن منهم بالوقت بالك بالوقت المدرب يقول لك سيفري جوري دو بروندر ناصر معايا ولا اكس ولا ايكغ مي في لو شوا الاولاني اسكو تو بونس كان سيليكسيون ناسيونال يحبط لهذا المستوى يلعب بطريقه انا ما نديش ناصر باسكو ندي هذاك باسكو لا كنت فاهم معاه ولا نحبو ولا كانت هكذاك اسكو كاينه هذه بكري ثاني في مصر. انا قلت لك لو كان نبداو نهضروا على لا سيليكسيون قلت لك انا عشت اون سيليكسيون واحد سبع سنوات من 80 حتى 87 تقدر كان تهضر تهضر ديزور لانه معليش اللي خصنا ناصر عطينا اللي تدير ما نخبيش انت يا انا في 82 كنت ربما في دون السومي دو كيفاش كنت انا لاعبين اللي راحوا كنت كنلعب معاهم في البطوله هنا في التسعين نديرهم في الجيب هما راحوا انت ما رحتش اكزاكت نديرهم في الجيب كانوا لاعبين كبار الاخر لكن في الاداء فوق الميدان ما شغل ما كانش تقول بلي تحقرت تحقرت حقرا سي سور مي ابخي سي مونديال 86 مونديال 86 اللي ما نخبيش عليك حنايا توت اون جينيراسيون اللي خدمنا على المونديال 86 سي نو كي افون كاليفي الفريق ل 86 رحنا لعبنا ان كوب دافريك اون ايجيب في اسكندريه وين اوني باسي ا كوتي ما حضرناش روحنا الجزائر كانوا حين يبعثوا ليكيب اسبوار ومن بعد دانيير مينوت قال لك لا تروح ليكيب ا رحنا اوني باسي ا كوتي ما دزناش بريمي تور حنا كره الكاميرون زومبي والمغرب نشفى درنا جوكوا 0-0 مع المغرب 0-0 مع لا زومبي وخسرنا 3-2 مع الكاميرون تذكر مع الكاميرون ما دزناش بون او روتور يا في ليست دو جوار يفالي كيف كيف نحوني انا يحيى مرزوكان فرقاني من سانكيم على بالي شكون سيتي دمو سيتي ان شوا كيف كيف ابري هذيك كومبارازار اونكور اون فوا سي سعدان كي تي سيليكسيونور اون 82 كان في ستاف برك اون 86 اللي تي سيليكسيونور اونترينور اون شيف
جا ليا قال لي ناصر قال لي جي ديزولي ماشي انا درت لا ليست هذا ربح سدان اكزاكتو لو بون اش تحب نقول لك قلت له شكون اللي دار نافر ماشي هو شكون قال لي انا دا قال لي وزير الشباب والرياضه ولي دار لا ليست اكزاكتو معليش معليش مي سا دير لو كلوب بون قلت لك يا بلو غراف كو سا دون الفوت كو سا دون لا في ناصر سما دو مونديال تحرك 82 قلنا معليش كنت صغير وتحرك المونديال 86 ما ماني نتكلم على لا 86 كي زعما حبيت دي زيكسبليكاسيون قالوا لي يا مونديال 90 قلت له يا صاحبي تما نتايا استنى باسكو في ليستوار هذيك في ليستوار هذيك تاع نوتر ارتيست اللي هو حسين يحيى نفس اليوكا مع ناصر بويش وديكا تاع دي جوار واحد اخرين في ليكيب ناسيونال نو هي اسمح لي انا لو ان بو لو ريكلي اسمح لي انا ما نخليش عليك انا كي كنت انني لعبنا كاس افريقيا كان اللي كنا ندوها في كوت ديفوار وين كلاسينا 3ام دينا ميداليه برونزيه خسرنا اون ديمي فينال كونتر الكاميرون ضربات ترجيح كندوز دي ما خسرنا حتى ماتش خسرنا وتيرو بيت هذاك وربحنا ماتش كانت لاكوب دافريك تاعكم هذيك تاعنا باسكو كان احسن فريق هو الفريق الغاني تيتولار اكزاكتومون كان فريق الغاني ماتش 3 بلاس 3-1 اكزاكتومون احسن فريق هو الغانا كان كانت عندهم اون غراند ايكيب ربحناهم 2-0 فاسيل على كل حال ندوها داير ميم لي جورنو تما كون كوت ديفوار سي دوماج ناصر بيج مؤخرا بغيت نقول لك حاجه من بعد هذيك الدوره جاني عقد في فريق بيفرن فريق بلجيكي كان انا ذاك المدير الرياضي راحني اسمه حبيبي الجزائري على كل حال كان مدير رياضي جا لي هنا الجزائر جاب لي الاخر باش نروح نمضي تما في فريق علي فوكس سيتي 800000 فرانك كنت نطرح لك كنت نطرح لك سؤال الاحتراف لا ما احترفتش من بعد من بعد هنايا قالوا لي لازم لك التسريح وهذاك انا ذاك كان باش تخرج من الجزائر 28 طون مشيت للفيدراليه جريت وكذا وكذا 28 28 ans tu usé خلاص 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 مؤخرا سعدان صرح بيان سبور قال لهم بلي انا تحقرت ولكن عندما نشاهد لاعبين يقول لك تحقرنا مع رابح سعدان هنا نشوفوا راهي المفارقه غازي بالقايد سمير الزاوي حسين ياعي الكل تكلم انه سعدان حقرهم كلاعبين حتى اليوم حتى نعرف انت من كلامك تحقر لا انا ما نقولش انا ما نقولش سعدان حقرني نو سي با سا وتكلم منظومه سا ديال لو سيستيم اون لو ميم حقر دي جون برودوي الجزائريين حنا اونيتي دي برودوي الجزائريين حنا واش جينا ساكي تقول لي الناخب انا الوزير دي لا ليست درها لي وزير انا نستقل ونروح تماك سمعني حقرت ناس بطريقه غير مباشره ناصر بويش كل صراحه انا سانسير ما غاديش نقول لي بلي حقرني سانسير ما لكن نظن انا المنظومه ولو سيستيم حقرني اتقدر بزاف باسكو انايا ما نخبيش عليك انا جفولي قلت لك دوما في دماغي انايا خاطش حنا اونيتي او ليسي باش درنا كاس العالم تاع الاواسط اون سي ساكريفي حنا الباكالوريا باش نوزا برومي دو نوزي دي في الباك وكاين دو ولا 3 جوار معايا على ليبوك نوزون با ايدي فهمت كيفاش دونك انا بيردي سور توت لا لين سا سوا كوتي ايتود ولا كوتي بارك الله فيكم انا حبيت نقول كان 10 ولا 10 كان يعاونكم انا نقول نشكرك كمال لانك سلط الضوء على واحد من نجوم الكره الجزائريه ما نقول والله ما تحقوا شوفوا في لي بلاطو نقول كونسيتون اليغون اني قاعد بصح والله ما تحقوا قنيت لي لاجيناسيون جديده ما تعرفش شكون هذا اللاعب هذا شوف حبيت نقولها للمشاهد الكريم قبل ما ندخلوا الحصه حتى انا وكمال نهار اللي جا ناصر بويش قبيله كي شاف لا في دوروت راح نحكيوا على حياته قالك يا جماعه ما نحكيوش عليه نحكيو جينا نحكيو فوتبال نحكيو بالون صح والله ما حبش يعني بشويه بصعوبه شويه باش لقينا لاسيش كاش نقنعوا ناصر انا نقول لك اللي شارف معاه خدم كمحلل معنا في القناه الاولى متميز جدا في تحليله المباريات شكرا ممتاز جدا وناصر بويش اليوم ما تحطوش عليه كره القدم اللي ما يتحطوا على كره القدم ممكن يتحطوا على اسماء واحده اخرى ولكن هذو الرياضيين اللي ما يحبوا يعطيوا صفه تاع واحد ايليغون يقول لك ايليغون كيما ناصر بويش تاع مولوديا تسمى ليليغونس هذا لو تيرم مرتبط به حبيت نقول لك شويه في الكره وشويه مع ليليغونس واش السر ايضا تاع ليليغونس هذه تاع ليليغونس انا نظن تو دابور نشكر كاع المدربين اللي عرفتهم في المشوار تاعي كاين اللي توفى الله يرحمهم الله يرحمهم اللي
شبا عطاوني لوبورتونيتي اللي حسنوا لي امور كثيره، تربيه الاخلاق في كل شيء الحمد لله، عرفنا رجال اللي عاونونا في اشياء كثيره. بون لي غونس بيتيت قلت لك لعبت في ان غران كلوب انا اللي هو مولوديه الجزائر في احسن ايامه، في احسن ايامه لعبت مع دو غران جوار اليغون اللي ربما هما كان نحكي لك ان زنير كي تي ان جوار اليغون مدافع اليغون كان لاعبين مبوسري ولا سي دي جوار très élégant donc tu automatiquement لازم تكوبي عليه هاد الناس. جوار بريفيري تاعك اللي كنت تحبو انت صغير ناصر بكل صراحه؟ جامي كنت نلعب كي تلعب كاين لوك جوار كان في الاوروب كان في البرازيل كان في الهولندي كنت تحبو، كان تحب الستيل يون كريف، يون كريف يون كريف الهولندي في الجزائر، في الجزائر عيسى دراوي، عيسى دراوي عيسى دراوي ميربي تاعك تشوفو كونتر ريال مدريد احسن هدف سجلت ماركي كونتر ميرينغي ما ماركيش كونتر اليوفيس ريال نظن انا احسن هدف سجلته انا شي با كوتيزو كونت سيربي لا لا سجلت انت بلونجونت كونت تومان كونو حارس كاميروني هذا مولي فزنا بضربه راسيه نضمن الناس انا ديا سي لو مير بيت برك حبيت على التوفيق برك قبل توفيقنا في عالم التدريب لانه دربت جوست ما بطلعك سؤال ما حبيتش لا دربت شويه دربت فريق اللي تكونت فيه شويه بديت مشوار الرياضي تاعي كرة فوتبول ميني وين شبيبه الابيار ان شاء الله يولوا ان شاء الله ان شاء الله بيت نقول لك سير دير جي اس بي سي اكزاكتومون جي اس بي سيتي كي تان غران كلوب خرج كلوب هيستوريك يا الناس دي غران جوار دربتهم دربت الفريق الاول مده حتى 4 اشهر من بعد علم قلت انا مانيش عامل التدريب لا ماشي صدير كانت اشياء شفت اشياء في كره القدم تاع ناصر تاع لا شفت اشياء اللي ما تساعدنيش بصح نشكر التوفيق اللي حبيت نعاون نولي على التدريب وساعدنا التوفيق ساعدنا عطانا شويه الفرصه باش نعودوا ونعودوا لكره القدم شويه. وهذه ايضا تحسب متاع الدغاب الاتحاديه السابقه وهذه تحسب عليك توفيق قريشي كنت انا شهاده الوقت ما بقاليش حتى في لي ستاج في لي ستاج اقل سي فري كو كاين لا بارتيسيباسيون تاع لي ستاجير مي سيتي اي سؤال واي اشكال ناصر توجو الى انترفيا ويهضر بطريقه يحلل بطريقه موضوعيه بطريقه يعني شوف حنا التوفيق ما كاش حاجه نعرفوها ونتقنوها كيما كره القدم فهمت كيفاش هذا واش عمل صادير انت دونزين اناليز تربيت هذيك هي اكزاكتومون حنا تربينا في هذا لو موند تاع كره القدم قلت لك عرفنا مدربين كبار اللي جازوا على التاريخ الكره الجزائريه وتعلمنا مع التوفيق ودرنا تربوسات وين تعلمنا كبر كبر بانديس كنت تشوف بلي كانت عندك مكانتك بول صراحه لا زدت لا غلبت بليسيت درت دوز اوبيراسيون في الجنو دونك مكتوب مكتوب نو حنا قلت لك حنا دون لو بيسي ماشي وزاره الشباب والرياضه دوز الزهر لا لازم لك الزهر بعد لو دوغري تاع الزهر ما على باليش كيفاش لازم يكون هاد دوغري هذا كل الناس بارك الله فيك كنت توفيق لك انا صار شكرا حنا عندنا الزهر معنا صافي بليزير صافي بليزير يعطيك الصحه ناصر بيض في عمل شكرا جزيلا تعير محمد تاجي من تلمسان ورابع الزاوي اللي تزوج يحييه زعما او على بس زوي يحيي يعني مصطفى اليوم عرس زواجه اليوم زواجه بليتو كما يقول رئيسي وتحيه لعواد عبد النور وابنه عبد الله مناصر شباب الوجداد في ليباناني وان الزنون مناصر اتحاد العاصمه وتحيه صالح بن طالب خو رشيد بن طالب لونسيان جوار اللي تزوج من صيف يقولوا له ربي يبارك لك في زواجك ان شاء الله ومحمد تاجي من تلمسان وتحيه ايضا لكل الاوفياء ولكل المستمعين بارك الله فيك توفيق قريش الله يجازيك شكرا كاش دي كونتاكت منا مع دي زيكيب انا عندي معلومات قال لك كاين فريق يخدم باش يكون مدير رياضي الله دوك ما نكذبش عليك عندي العجوز عندها لي طرافواني راني في الدار كان بيطرا ما شاء الله فيها يا خويا قلت لك لي طرافو توفيق لا نوقف توفيق سوبرفيزي على بالك سوبرفيزي كان سيتي دي طرافو برينسيب صافي قريب 6 شهور ولا 7 شهور دوك عندي قسط من الراحه على الاقل نجيب بروف بارك الله فيك ربي يطول لك في عمرها ان شاء الله القادر بارك الله فيك مساعد ماشي الاولى وماشي الاخرى ان شاء الله خويا العزيز بارك الله فيك انت كمال خويا ناصر وشيخ توفيق ثانيك شكرك برك عندي واحد الاهداء تفضل خويا القادر عزيز عليا توفيق بن عيشوبه هذا يا سيروتي سي الله مبارك اللي يحيي الاولاد تاعو عبد الرحيم ماريا ليديا ولينا
وتحية أنا نقول له الزوجة تاعك، نقول لها شكرا جزيلا على الشخشوخة، بارك الله عندك وتعزي نسيبك اللي توفى صافي عنده ربي يرحمه ويوسع عليه، ونصر وفي اتحاد الجزائر ربي يرحمه إن شاء الله يكون أهل الجنة بارك الله فيك. شكرا ناصر، ما عندكش شديدي كاس، ما عندك والو خويا؟ أنا والله ما عندي والو، أنا نشكركم على الاستضافة هذه، بارك الله فيك على لو بوتي بورتري هذايا، على كل نحييو خاصة أنصار مولودية الجزائر، ونقول لهم لازم يكونوا وراء الفريق تاعهم إن شاء الله. إن شاء الله سيتو كوب دافريك خديتو خطوة كبيرة إن شاء الله. نفس الشيء أنا ثاني نقول المناصرين تاع شباب بلوزداد لازم درك يكونوا وراء الفريق تاعهم، لأن الفريق محتاج المساندة والمساعدة تاع لي سبورت. شكرا شكرا لكل الأوفياء، لكل المتتبعين، شكرا لوليد رايسي المشرف طبعا العام على برنامج حكي بالون، شكرا لأسامة قاسم مخرج هذا العدد عبد الله، وأيضا ذكرني أيضا بالمصورين المتواجدين معنا وليد رايسي زكي عبد القادر، نحييهم للتقنيين لكل الزملاء في القسم الرياضي، نلتقي يوم الجمعة ويوم الاثنين المقبل في عدد جديد وفي ضيوف جدد ومواضيع جديدة نتحدث، نتمنى أن نتحدث إلا عن كرة القدم ويكون مطابق لعنوان هذا البرنامج أحكي بالون. في أمان الله.